كنا متابع مع حضرتك دلوقتي هذا طبعا المؤتمر الصحفي، المؤتمر المهم من وجهة نظر حضرتك أهمية هذا المؤتمر. بص، المؤتمر ده مشهد حضاري رائع. يعني حضرتك رجعنا ورا كده 2014 و18 و23. 23 مختلف تماما. حتى غرفة العمليات المركزية وهي بتتواصل عبر الكونفرنس كول، ورئيس اللجان المركزية بيطلع على الشاشة بيتكلم مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبيسألوا على اللجان بتفاصيلها وعددها وبيتأكد انها جاهزة وانها اشتغلت، وبيسألوا عن لجان اتأخرت واسباب التأخر. دقة غير طبيعية. الكلام ده يعني حتى في 14 و18 يعني موجود الدقة، بس مش بال 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 بنفس الدرجة دي. ويقول له ليه السبب، وعشان حصل خطأ في كذا أو اتأخرنا بسبب كذا أو فدي أمور كلها بتعني أن الدولة المصرية يعني رايحة في حتة تاني. أنت ده جزء من الدولة المصرية، جزء في إدارة عملية انتخابية واستحقاق دستوري، بيدار بشكل حرفي، بيدار بشكل وفقا لأحدث التقنيات. يعني النهاردة عبر الشاشات لا أنت بترفع سماعة التليفون ولا بتبعت حد يجيب لك تقرير، أنت وانت قاعد كل لجان قدامه بعددها بالسادة المستشارين القضاء، وعايز دعم لو احتجت دعم تتواصل مع كذا ومتواصل معاه، والاهم كمان قدام شعب مصر كله، قدام شعب انت شايف الشاشه، انت شايف الانتخابات كلها وشايف المشهد كله. وده مشهد حضاري، مشهد بيبين يعني ايه الدوله المصريه، دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه. الدوله اتنقلت نقله تانية خالص، وانت ما زلت في بناء 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 في كل شيء. العمليه الانتخابيه ممنهجه بشكل يفرح، بشكل العالم كله بيتفرج عليه. عظيم. طيب، من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها وهي استعدادات الهيئه للانتخابات وتابعناها في هذا المؤتمر، تواصل مستمر مع رؤساء اللجان العامه لتقديم التيسيرات الممكنه لكل المنظمات المعنيه بمتابعه العمليه الانتخابيه سواء كانت محليه او اجنبيه. ده كان تأكيد من رئيس الهيئة الوطنية لما قال لهم لما تجيلكم المنظمات الحقوقية والمنظمات الأخرى وكل المهتمين والحاصلين على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات مكنوهم. فده برضو تأكيد على الدعم وتأكيد على شفافية ونزاهة الانتخابات، إن أنت بتأكد أن المنظمات الحقوقية والدولية اللي عايزة بتراقب الانتخابات عشان تكتب تقاريرها بحرية، أنه مفيش أي إعاقة، مفيش حد بيمنع حد يدخل ولا حد يكتب تقرير ولا حد يصور. طالما حصل على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات يقدر يتوجه لأي لجنة هو عايزها. السيد رئيس المستشار رئيس اللجنة عنده تعليمات واضحة أنه بيسمح لهؤلاء بموجب التصريح، بيطلع عليه يدخلوا اللجنة، يقدر يقف يشوف الناخب بيحصل على بطاقته إزاي، يخش إزاي ورا الستارة، يدلي بصوته بحرية، يحطها في الصندوق، يشوف أن العملية الانتخابية ماشية بسلامة ويسر وماشية بدقة وشفافية. لحد بيملي على المواطن ولا حد بيقول له اعمل ولا في هرجلة جوه العملية. منظمة صحيح. منضبطة، في ارشادات، في تنظيمات في الخارج، خارج اللجنه وداخل اللجنه، وزي ما في تيسيرات في محاذير كمان، والهيئه كانت حريصه ان هي توضحها في مؤتمرات خلال الفتره اللي فاتت. بالظبط. المحاذير بدات بقى من اول الصمت الانتخابي، خلاص انت خلاص كله على الادلاء بالصوت والمشاركه وتحمل المسؤوليه، واللي جواك انت رايح تدي يعني مرشح واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، ده خلاص ده بتاعك انت، هتقدر تتوجه وتقف ورا الستاره تمضي وتحط فالامور، لا الامور واخده شكل يشرف، شكل يفرح. هي دي الدولة المصرية، هي دي الدولة المصرية اللي عايزين يوقعوها، هي دي الدولة المصرية اللي المواطنين الشعب المصري نازل يحافظ عليها، نازل يحافظ على أمنها ومكتسباتها وكل التنمية والعمران اللي اتعمل. ده الشعب المصري فاهم بيعمل إيه، بيقول للعالم إحنا هنفضل واقفين، إن الدولة هتفضل مستقرة آمنة، إن الدولة مش هتقع، إن الدولة هيفضل ليها جيش قوي يحافظ عليها، ليها شعب مصر هيحدد مصيرها ومستقبلها وهيحدد مين رئيسه القادم. دي رسائل للخارج. صحيح. اللحمة الوطنية والاصطفاف الوطني. طيب، احنا تقريبا من الانتخابات اللي فاتت للانتخابات دي كنا 59 مليون مواطن ما لهم حق تصويت في الانتخابات الماضية، ودلوقتي احنا بنتكلم في 67 مليون، يعني في حوالي 8 مليون. ازاي حضرتك شايف التوزيع الجغرافية ليهم والتوزيع الجغرافية للجان كمان اللي تم تخصيصها ليكون فيها انتخابات؟ التوزيع الجغرافية دي بتبقى مرتبطة بالخريطة بتاعة الدوائر وخريطة التجمع السكاني، واللجان بتبقى مرتبطة بتعداد، يعني لو بنتكلم على محافظة مثلا سوهاج
فمحافظة سوهاج فيها تعداد معين، فيها قرى، فاللجان بتتحدد على المستوى الجغرافي، على مستوى القرى وتعدادها. ده بيؤكد برضو ان الهيئة كانت علم على علم كل هذه الامور. طبعا خريطة فدي فيها نص مليون ولا مليون ولا، فيبقى فيها كم لجنة، واللجنة يبقى جواها كم صوت، لان انت عندك اللجنة ممكن يبقى فيها كم صندوق. اللجنة الكبيرة يعني مدرسة فيها لجنة ممكن يكون فيها 6-7 صناديق، الصندوق فيه 1000-3-4-5، مرتبط بتعداد سكان المكان نفسه. فده مخطط وفقا لإحصائية واضحة وممنهجة. لا ده حاجة يعني حاجة يعني احنا في الثلاث انتخابات 14-18-23 انت بتشوف تطور غير طبيعي. تطور والأفضل والأحدث وراحة للمواطن المصري. بتقدر وانت قاعد تجيب لجنتك وتنزل تروح وتدي صوت، انت ما بتحسش بأي صعوبة، لا تسأل ولا تدور ولا تكلم حد ولا تتصل بحد ولا حد يساعدك. فلا بقت حاجة يعني مشرفة للدولة المصرية، نقلة نوعية وحضرية في تطور مستمر. وهو ده توجه الدولة المصرية، توجه الدولة المصرية في العشر سنوات السابقة هو تطوير وتنمية والعمل والعمل الدؤوب على نقل الدولة المصرية إلا دولة مصرية حديثة يليق بشعبها ويليق بتاريخها وحضارتها. عظيم جدا. طيب الدولة عملت اللي عليها خلال الفترة اللي فاتت وجهزت كل حاجة، وفاضل فقط أنه الناخب المواطن ينزل يدلي بصوته في هذه الانتخابات. تمام. عشان نكون واضحين، احنا كان عندنا لفترة من الفترات أزمة في الثقة وأزمة في الوعي. أزمة ثقة، الناس ما كانتش بتثق قدر الإمكان في الحكومة، وكان في وعود ما بتتنفذش على أرض الواقع، فالدولة اشتغلت عليها خلال الفترة اللي فاتت. وأزمة وعي، المواطن كان محتاج وعي أكثر بما يدور، وعي بقدراته، هو يقدر يعمل إيه، وعي بقدرات الدولة إزاي تقدر تنفذ كل هذا الكم من المشروعات الكبيرة في وقت وجيز للغاية، وكمان وعي بمحيطه الإقليمي، يكون عارف إيه اللي بيحصل. تمام. في حدود مصر إزاي الدولة اشتغلت على الملفين دول، واللي بكل تأكيد هيكون ليهم انعكاساتهم على خروج الناس للتصويت في هذه الانتخابات. تمام، ده سؤال كبير قوي. خلينا نتكلم على الوعي. الوعي للمواطن المصري، خد بالك المواطن المصري لديه وعي داخلي طبيعي. هي جيناته، تركيباته، حضارته، ثقافته، الهوية الوطنية بتاعته، ده تركيبته الطبيعية. ولكن الوعي ده أحيانا بيحصل لك استفزازات وتحديات للوطن، فبتخلي الوعي يعلى قوي أو يبقى هادي شوية. المواطن المصري خلال السنوات السابقة إلى وقتنا هذا، التحديات خلت الوعي بتاعه في أقصى درجات واستعداداته في أقصى درجات. يعني لما تشوف المواطن المصري بيتفاعل مع أهلينا في غزة، عايز يطلع يروح غزة، عايز يطلع يموت في غزة، عايز يطلع يحارب، عنده وعي وعاطفة جواه. ما بيحسبهاش بقى أنا معايا سلاح ولا أنا عايز أطلع أروح هناك، عايز أدافع عن أهلينا العزل، هو متضايق عشانهم. فهو يعني معدلات الوعي بتزداد وتوصل لقمتها مع الحدث. احنا في السنين الأخيرة دي كلها الأحداث كلها بتقول لك إنه الشعب المصري وعي وصاحي ومستعد لكل حاجة. أزمات، أول ما جفف منابع الإرهاب واشترك ودعا قيادته السياسية إنها تحارب الإرهاب بكل أشكاله، وينزل يصطف وينزل يتظاهر ويؤيد قيادة حكيمة تنقل الدولة المصرية نقلة مختلفة من 13-15-18 إلى وقتنا هذا. ده وعي. الأحداث كلها بخليها الشعب المصري منتفض. كمان الأحداث اللي حواليك في الإقليم، الأحداث اللي حواليك في الإقليم مخلية الشعب المصري منتبه إن القضية ما بقتش قضية داخلية بس، وإن المشاكل اللي عندك دي مش كلها بتاعتك، وإن الأزمات اللي بتجيلك مش كلها برضو حقيقية، وعارف إن في تهديدات على حدودك. طبعا بالإضافة بقى إن دلوقتي بقى في تهديد على مش حدودك بس في سيناء، ده أنت عندك في الشمال والجنوب، عندك في السودان، وعندك في ليبيا، أنت محاط بتهديدات وإرهاب. أنت كل الدول اللي حواليك وقعت ما قامتش، لا شكلت حكومات ولا عارفة تعمل انتخابات ولا عارفة تعمل حكومات ولا 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 وفيها دول وفي دول فيها قوة دولية وقوة دولية بتتنازع، لا في عدم استقرار للمنطقة. فإذا كنت أنت الوحيد المستقر داخل هذه المنطقة، هل تحافظ على هذا الاستقرار ولا تسيبه؟ لا، الشعب المصري حريص. بدليل، فكر في الأيام الأخيرة، تضخم وارتفاع الأسعار، مين اللي تحمل؟ الشعب المصري، وما زال متحمل. بيشتكي وبيتكلم، بس ده كلام.
انما لا عايز يعمل فوضى ولا عايز يوقع دولته ولا عايز ولا مستقر، عايز يحافظ على وطنه، يحافظ على استقرار وامن دولته. بيشتكي طبيعي لازم يشتكي، فلا الوعي المواطن المصري. طيب احنا اتكلمنا عن الوعي بشكل عام.